هذا الحدث الذي أكيد غير مجرى الثورة التحريرية ورسم لها مساراً جديداً أخذت من خلاله بعداً وطنياً، حيث زادت من الالتفاف والتحام الشعب الجزائري بثورته. سكيكدا التي دخلت تاريخ ثورة التحرير المجيدة من بابه الواسع. هاد الهجمات لما خطط لها زيرود ما خطط لهاش على نهار، خطط لها على 3 أيام، والحقيقة هي استمرت أكثر من 3 أيام. ألور ما نقولوش 20 أوت 20 21 إي 22 أوت، هو يصر على هذا